أفعالهم نتيجة أفعالنا، أفعالي نتيجة أفعالهم. فمن يراني تغيرت عليه وتبدلت فلينظر إلى أفعاله أولا وماذا فعل لي، فأنا أمارس ردة الفعل بصمت محترف. أنا قسما بالله العلي العظيم أختي ونحكي لك قصتي ما تأمنينيش، تبكي هنا تغاشي في الأرض تكوني تبكي معايا. أنا أختي مرت خويا درتها بيا على خاطرها لقيت روحي في الزنقة، لا عائلة لا أب لا أم، فمعليش. وأنا على بالك أنا قلبي بيض، تشوفيني كيما هكا تعيشي معايا قلبي بيض بيض بيض، نقلع حمر روحي نعري روحي ونكسي الغاشي. بصح معليش أختي حنا نتمشوا بنيتنا والحين خليناها. الحمد لله الحمد لله. احسن حاجه ممكن تعملها يا حبيبي هي انك تخلي مسافه كافيه بينك وبين الناس الكارين المعروف الخماج، خاصه ان كانوا هالناس اهلك فاميلتك، فهم خماج اس اثنين، خلي مسافه بينك وبينهم. وعندها قالت لي مرت خويا جبناها كي النعشه ولا الديناصور بايتا كنا اللي ياكل راسها ان شاء الله، راه كتلتنا بالسحوره. الله اكبر حسبينا الله ونعم الوكيل، بالعلم انه عندها 20 سنه زواج مع خويا. او نتوما هذا وين في طنطوك؟ الله يجيبها لها مرت خوك، تبات ما تصبح ان شاء الله تصبح يابسه، قولوا امين. ياك انت بروحك ولا نهار حبيتني في عبد الكريم، ونقول لك حاجه امك ما نرفدهاش، خواتك جامي حملتهم وجامي نحملهم. ونزيد نقول لك حاجه ما على بالكش بيها، نهار كيجوا عندنا بلاد اختك دوك الصغيرات الشيطانات هذوك هاكا نقرصهم وندير لهم الصوت تاع الغوله في التليفون حتى يبولوا على رواحهم بالخوف. صاي ها هو وجهي الحقاني، سفيني طلقني عبد الكريم.